يقول هذا السائل يا شيخ: هناك رجل عاجز لا يستطيع الوضوء ولا التيمم للصلاة، فهل يلزم من علم بحاله من الناس سواء كانت تربطه به صلة أم لا أن يقوم بإحضار الماء له أو التراب وأن يقوم بتطهير أعضاء وضوئه إن احتاج الأمر إلى ذلك؟ نعم، هذا من التعاون على البر والتقوى، فينبغي لمن علم بحاله من أقاربه أو غيرهم أن يساعده على الوضوء وعلى الصلاة، وأما اللزوم فلا يلزم، هذا لا يلزم الإنسان أن يقوم به، لكن من باب فعل الخير والتعاون على البر والتقوى فإنه يبادر بهذا الأمر. وأما إذا لم يتيسر من يساعده، دخل عليه الوقت ويخشى أن يخرج الوقت ولم يأتي من يساعده على إحضار الماء وليس عنده ما يتيمم عليه من تراب أو شيء عليه غبار طهور، لم يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم، فإنه يصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم ولا يترك الصلاة، لقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.